إذا للحديث عن استمرار الاغتيالات ضد الناشطين في العراق وإفلات الفاعلين من العقاب ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي. أستاذ سامر مرحبا بكم، يعني ماذا يعني لكم اغتيال الناشط علي كريم في البصرة بعد 24 ساعة من اختطافه؟ ما الذي يعنيه ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام، وألف رحمة ونور على كل الشهداء العراقيين وخاصة الناشطين وشهداء المتظاهرين. حقيقة هذا الموضوع يعني يثير غضب المتساءلين ويثير غضب الجماهير العراقية، وكذلك يهدد الأمن المجتمعي اللي انفقد به السلم حقيقة وساد به لغة السلاح الموجود، السلاح المنفلت. فلذلك أعتقد هذا ردا على ما قاموا به الشباب من فعالية إنهاء الإفلات من العقاب. نعم. هذا ردا على مثلا نسميها هالشكل، أو على عدم إصغاء الحكومة لهذا الحراك اللي طبعا حقيقه هو تمثل في عدة دول أجنبية وعربية ومنها العراق. أعتقد أنه هذا موضوع يجب أن يهتم به كل مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية. يعني لدينا كم من المستشارين الأمنيين ومستشارة أمن وطني ومخابرات وأجهزة أمنية واستخبارات وكثير من الرتب، حقيقة لحد الآن لم يكشف أحد الجنات، يعني دائما تسجل ضد مجهول، دائما تحقيق بلا جدوى، دائما ما لم تكشف هذه الأوراق. والدليل والسبب معروف جدا لوجود الأحزاب المتداخلة ضمن مؤسسات قوى الأمن، كانت جيش أو شرطة أو حشد أو مستشارة أمن وطني أو حتى مخابرات، حتى نكون واقعيين. الأجهزة الأمنية حقيقة الآن المتمسكين بالمفاصل المهمة في هذه الأجهزة الأمنية، مثلا مكتب الاستخبارات أو مكتب الأخرى، يعني المكاتب الأخرى اللي موجودة هي اللي تعنى فيها التحقيق، هذه كلها يترأسها الضباط الدمج. طيب أستاذ سامر، الناشطة فاطمة البهادلي والدة الشهيد علي كريم تقول إن اغتيال ولدها هو رد على رفضها مغادرة البصرة، لكن هنا كيف يمكن للميليشيات أن تترك بهذا الشكل تتحكم في مصائر العراقيين؟ نعم أستاذ العزيز، تتحكم وأكثر من ذلك، لأن الأمر بيدها. كل القطاعات الموجودة في مفاصل الدولة هي من تتحكم بها الأحزاب، إن كانت قطاعات حماية وحفظ الأمن وإن كانت قطاعات اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، شئنا أم أبينا الآن الدولة هي من تحكمها عصابات. والدليل على أنه مصطفى الكاظمي في يمكن أولى أيامه حين تولى رئاسة الوزراء، أعتقد أنه أصدر أمر بتحويل الضباط الدمج إلى دوائر مدنية. طيب. وهبت الهبة الأحزاب وما، فلذلك هم قادرين أن يهددوا أم علي كريم وأم علي جاسب وأم كل، لأن الكلمة التي يقولها علي كريم ويقولها الناشطين ويقولها الصحفيين وغيرهم من الأخوان المتظاهرين ضدهم، حقيقة كلمة وصلت إلى قلوب وعقول العراقيين بالتغيير، ينادون بالتغيير. فأعتقد أنه الأحزاب الآن في إفلات سياسي، والآن هم يعني الصراع من أجل البقاء، أي واحد يقف أمامهم يتم إسكاته من الصحفيين والناشطين علي كريم وغيره وقبله وبعده، وراح يبقى مستمر هذا مسلسل الاغتيالات في هذا الإطار. أستاذ سامر، في هذا الإطار تكرار حوادث الاغتيالات بهذا الشكل إلى أي مدى يؤكد أن الحكومة عاجزة عن حماية الناشطين والمتظاهرين؟ نعم، يعني حقيقة أنا أكدت في عدة لقاءات وفي عدة مقالات أن الحكومة عاجزة وستبقى الحكومة عاجزة عن عدم كشف أي خيط من هذه الخيوط والمسلسلات الأخرى، وحتى أن تم كشف هذه المواضيع فهو كشف مزيف. الحقيقة هو أن الأحزاب التي تقتل والميليشيات والعصابات هي من تسيطر على القرار السياسي، وهي من تسيطر على مكاتب التحقيق. وقضية أخرى مهمة حبيت ألفت الانتباه لها، غياب المدعي العام في هذه الفقرة، وهو
أهم شعبة من شعب القضاء وهو الفصل الوسط بين مكاتب التحقيق والقضاة، وهو من يحرك الدعاوى الجزائية لحق صالح العام. حقيقة المدعي العام غير موجود، مفقود، مختطف، مسيطر عليه من قبل الأحزاب. المحاكم القضاة حقيقة إن كانوا يعني وطنيين أو شرفاء فذلك مغلوب على أمرهم، مسيطر عليهم. يعني شفنا احنا عدة أوامر قبض لم تنفذ مثلا بالناصرية وغير الناصرية، وحتى آخر قضية ما المصلح قاسم تم إفراج عنه لعدم كفاية الأدلة. وهذا دليل قامع بأنه الأجهزة القضائية والمحاكم وحتى أجهزة الدولة هي عاجزة تماما عن كشف أي جاني. نعم أستاذ سامر. من أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي، شكرا جزيلا لكم.